السياحي هذا اللي يصير في مركز التنشيط في بالعوم، لو كنت تعطينا اكثر تفاصيل عليهم هذا، شكون الاطراف المساهمين فيه وشنو الهدف منه؟ والله اليوم السياحي هو اكسيون عملوها بالاشتراك مع المندوبيه للسياحه، يكونوا فيه عدة ورشات، وكي ورشة الغزل، ورشة الصوف، ورشة الحرافة، ورشة الحرافة التقليدية، ورشة جني الزيتون، ورشة تقليم الزيتون الجفيف، ورشة الصابون، ورشة سوق ديكستاسيون على الماكلة، معناها المأكولات المعروفة بها الجهة، معروفة بها القلعة الكبيرة، والهدف هو هذا هو كله فور فيوكلي ايماج للسياح. معناها على تونس، على العادات والتقاليد تاع جهه القلعه الكبيره. اليوم السياح اللي حاضرين هوني هما فقط من السياح اللي ينتميوا لجهه سوسه، معناها المقيمين في جهه سوسه توا، والا حاولتوا انكم تجيبوا السياح من مناطق اخرين، يعني من التير، مهديه، المناطق القريبه، حمامات زادة؟ والله في المناطق الساحليه ما اكثر يجيو 80% يجيو من سوسه، معناها اللي ريزيدون في منطقه سوسه هما يجيو. وعنده فما عدة مسابقات بين السياح مش يصير في كيما قلنا في لي كومبيتيسيون تاع اللابور، كومبيتيسيون تاع لاكويت دوليف، من جمع جني زيتون، ومشروع فما دي سيرتيفيكات دي ميريت، وفما دي كادو معناها اوفرير للسياح هذوما. حاجة أخرى زاد السياح باش يتمتعوا بالجو هذايا والفرق هذوما فلكلورية، وعندنا ان كادو كل سائح باش ياخذ دبوسه زيت عليها ايتيكيت نتاع مهرجان زيتون الدولي بالقلعه الكبيره، وعليها ليماج نتاع تونس ان شاء الله تمشي برا. زاد الاوبجيكتيف زاد فور معناها لا بروموسيون دو ليكسبورتاسيون دو لويل دوليف ا ليترونجي. حبيت نسالك في الاخر سي طارق، هل فما بعض التحديات اللي عرضتكم اثناء سورتو كل الموسم السياحي؟ اول حاجه ماهوش كيما العاده، اثنين فما برشا صعوبات في اقامه السياح، الوضع الامني، فما بعض تخوف زاد من السياح انهم يجيوا لتونس وانهم يخرجوا من الاوتيل نتاعهم هكا دي سورتي من نوع هذا، هل واجهتوا تحديات من نوع هذا والا لا؟ والله وجدنا تحديات، تم بالاشتراك مع السلطات المحليه والجهويه على رأس السيد الوالي، اعطيت تعليماته للامن بصفه عامه باش ونسقنا مع المندوبيه الجهويه للسياحه كيف باش طمناهم باش نكون معناها البلاد تمر بظروف امنيه طيبه ما فما حد شيء، وصار رانفور في الامن والحمد لله جاو السياح وكما حبينا. مشكور برشا سي طارق.